هنا الفريق المصور الذي قام بالتصوير متواجد على بعد 5 كيلومتر من مدينة فرندا. هذا المكان اسمه توغزوت، قلعة بني سلامة. هذا المكان وخاصة هنا بجنبي مغارات، هذا المغارات جاء فيهم ابن خلدون سنة 1374. بدأ هذا الإنسان العالي الهمة يدرس في علم الاجتماع. في هذه الخلوة بالضبط اللي راكم تشوفوا فيها هنا، من 1374 إلى غاية 1378،